انا يعني خلاص بقيت اسمي المكان ده هو ارض الدعم، الدعم المستمر، الدعم الفياض. دايما بنشوف كل صور الدعم من بهية لكل المحاربات ولكل الستات في كل مكان. فاحنا النهارده يوم بنقدم فيه صوره من صور الدعم. احنا قناه الحدث اليوم وقناه هي مع سفينه الطهاة المصريه بقياده طبعا الشيف ياسر شاكر وكل اعضاء السفينه من الشيفات الكتير جدا اللي على مستوى الجمهوريه من كل المحافظات متجمعين النهارده مع كبار الطهاة وكمان مقدمي برامج الطهي مع الفنانات اللي هينورونا ان شاء الله ويشرفونا علشان يدعموا محاربات بهية. يوم ترفيهي، يوم بنقول فيه للمحاربة انت تقدري تعملي حاجات جميلة تخرجي بيها من الطاقة السلبية بتاعت المرض لطاقة ايجابية جميلة. وبالفعل هم بيقدموا اطباق متميزة جدا معانا النهاردة، وكمان عندنا النهاردة عاملين يعني معرض للأكلات المصرية بقيادة محكم دولي الشيف محمد سليمان، هيقدم فيه مجموعة كبيرة من الأطباق المصرية لربات البيوت وكمان أصحاب المشروعات الصغيرة. والحقيقة كده زي ما انتم سامعين كلنا بندعم بعض، كلنا بنقدم الدعم لنفسنا، بناخد الدعم من بهية ومحارباتها وبنحاول نديهم دعم صغير من خلال فرحة كبيرة إن شاء الله نقدمها النهاردة للمحاربات. واحنا قدرنا نعمل ده وانتم ان شاء الله شوفوا هتقدروا تعملوا ايه.